مسي عليكم بالخير من جديد عبر كتارة، عبر هذا الملتقى اللي يجمعنا ويجمعكم من خلال الثقافة وكذلك التراث والأصالة. ولكن يعتبر اللقاء الثاني، ولابد في كل مرة أن احنا نسلط الضوء أكثر على بعض الفئات اللي قاعدة تعطي لي مجالها الكثير، ومن خلال وجودنا كذلك مع الجمعية القطرية للفنون التشكيلية تتواجد في كتارة. فبالتالي مثل ما تشوفون بالخلف رسمة من الرسمات، يعني جزء من الموجود في هذا المعرض، يشرفنا بأن تكون موجودة معانا حاليا الفنانة التشكيلية. حياك الله معانا، ذكريني باسمك. نوف علي. أول مرة ألتقي فيك صراحة، ولي الشرف. شكرا جزيلا على الإبداع اللي قدمتي. وشنو تعني لك هذه اللوحة؟ والله رسمت، حبيت أرسم لوحة الشيخ تميم. الموضوع عن القنص وشي، وأنا حبيت أرسم تميم المجد. شو تعني لي؟ تعني لنا الكثير ولا؟ يا صح. نوعك سريالي وتبتعدين عن الواقعية. أبتعد عن الواقعي، ما أحب أرسم الواقعي وايد، ما أعرف، كل فنان له خطة يعني. مشاركتك دائما مع كتارة ومع الجمعية؟ دائما أنا هني في الجمعية مع كتارة. العفو. ودي لو انتقل الى فهد المعاضيد. فهد يعني دائما متواجد من خلال هذا المجال. فهد، جديدك اليوم شنو؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شرفني الظهور على والسلام على اخواننا في تلفزيون قطر المشاهدين. اول شيء اوجه الشكر حق الاداره اللي او القائمين على المعرض الاول للصيد والصقور. شغلهم من قبل الافتتاح ومع الافتتاح وعقب الافتتاح، اشتغلوا قبلها بأيام، أوجه لهم التحية. ولنا شرف الاستضافة، كوني من ضمن الفنانين اللي شاركنا في أول نسخة، والبركة في الجامعة هذه أن شفنا ناس من زمان ما شفناها ودنا نشوفهم، تجمعنا كلنا في مكان واحد، كأن ما أقول معرض، أقول كأن عرس اليوم. أمشي وأسلم ولا اللي سلم علي. الهدف اللي عندنا إحنا كفنانين تشكيليين مو بتوجيه رسالة، ما أقول توجيه رسالة، إحنا مكملين لهذا المعرض. تراثنا اللي أخذناه من أبهاتنا ننقله حق الجيل الجديد، لكن بريشة فنان، ما هو بالكلام، بالعكس الجمهور وايد يحيي، شجعونا كثير، اكتساب خبرة، اكتساب جراءة، هذا اللي استفدناه، واهم شيء شوفتكم بعد. شنو تعني لك اللوحة اللي راسمها الحين للأمير الوالد؟ هذه انا اخترتها من ضمن اربع لوحات. مقناص الأمير الوالد على طبيعته، مقناص ومقناص للشيوخ، كلنا واحد. اخترت هذه الصورة على طبيعتها كانت، وتخبر الأجواء، أجواء المقناص فيها تعب، فيها أرق، فيها ما هو بالساهل يعني. حصلتها أقرب لوحة كانت لي. يطول لي عمرك يا مرحب. متواجد فهد بين اليوم الأيام الوطنية، درب الساعي، كذلك في المعارض المحلية. بنتقل إلى دانا المهندي. دانا حياك الله معانا. لو نتكلم عن رسمتك وكونك تنتقلين بين الفن التشكيلي والجرافيكس. هم اثنين مختلفين. الرسم في الفعاليات هذه كلها هواية، الجرافيكس درستها، والفرق بينهم يعني وايد كبير. هاي رسم وذي الطباعة وتصميم. شنو الجديد القادم أو الخطة اللي حطتها في بالك كفنانة تشكيلية؟ من الخطة الجديدة قاعدة أستخدم تكنيك جديد، هو مش غريب على الساحة بس ما يستعملونها الناس. أبي أضيف التكتيك لمع في اللوحات، منها واقعي وأحط لمسات خفيفة لمع يبرز اللوحة بشكل حلو وفن جديد. لو يسمح لي المصور أن احنا ناخذ لقطات سريعة على الرسمات الموجودة. إذن هذا نقدر نقول غيض من فيض من الموجود. الجمعية القطرية للفنون التشكيلية متواجدة في كل مكان في الدوحة، وفي كذلك هناك العديد من المجالات اللي تحاول أنها تتواجد في معرض السيل، مستمرين لين تاريخ 24.
فبالتالي كون الفن رسالة لابد أنه يتواجد في كل مكان وفي كل مجال. فشكرا لمن يعطون بهذه الطريقة، شكرا لكتارة، يعطيهم العافية والصحة دائما وأبدا، ونشوفكم على خير وفي تقدم وازدهار، ونرجع للاستديو.